عيان عنده هيرنيا ابدومينال وول هيرنيا انجوينال هيرنيا، عايزين نعرف انا هبص على ايه في عيان الهيرنيا. فحص من اهيت ما يمكن من ضمن الفحوصات اللي الناس بتجري منها، حطه مع الثايرويد والسكروتال ومش عارف ايه، من الناس بتجري منه حلو ضم معاه الهيرنيا. يقول لك لا ما اشتغلش الهيرنيا، تمام؟ من زمان حتى في الصور الموجوده زمان الناس عندهم هيرنيا، ده عادي ما عندهاش مشاكل. اما اسال حضرتك هيرنيا، حضرتك لو جراح عايز تعرف ايه؟ كونتنت حلو قوي. الديفكت قد ايه؟ في هيرنيا ولا لا اصلا؟ في هيرنيا ولا لا اصلا؟ الديفكت الموجود قد ايه؟ الكونتنت الموجوده ايه؟ الريديوسيبيليتي تعرف ترجعه ولا لا؟ واعرف التايب بتاعها، اعرف السايد بتاعها، عايز اعرف الديفكت وعايز اعرف الكونتنت، مش عايز اكتر من انتوا قلتوه. يبقى انا عايز التايب، التايب على حسب هي موجوده فين. في عندي حاجات انجوينال، في امبلايكال، بارا امبلايكال، ابيجاستريك، فيمورال، انسيجنال، زي ما تسميهم على حسب نوع العيان جاي لي بايه، فمحسب مكانها فين. السايت مره ثانيه طبعا في حاجات رايت ولا ليفت، في حاجات معروفه بالمكان اللي هي بسميها مكان سكار لاين، مكان انجوينال، على حسب انا شايف فين. رايت فيمورال، ليفت انجوينال، ثم بعد كده نتكلم هي انجوينال بقى رايت اوبليك ولا مش اوبليك على حسب ما نشوف. ديفكت طول ما حضرتك ماشي شايف الفاشيه قدامك كامله، وانس ان حضرتك لقيت في حته مقطوعه زي ما هنشوف دلوقتي حالا، الديفكت اللي قدام حضرتك ده مقاس الهرنيا. ما تروحش تدور لي على انسجن الهرنيا، العيان واقف جنبه كله طالع هرنيا وتقول لي انا عايز اسم الهرنيا فين؟ مالهاش اي معنى. ديفكت له قيمه في الهرنيا الصغيره. ليه؟ لان دي اللي هيطلع منها حاجه مش هتعرف ترجع. الهرنيا كل ما تكبر يعني عنده هرنيا قد كده تقول له كحه تطلع بقى دخلها تخش، مفيش ليها اي قيمه. تمام؟ يبقى الديفكت عادة أهميته في الحاجات الصغيرة مش الحاجات الكبيرة. طيب. كونتنت سؤال من اثنين، هو ده باول ولا مش باول؟ لو مش باول يبقى متشكل قوي. طبعا في حاجات راريتي ان الاقي بلادر هيرنيشن، الاقي مش عارف ايه، حاجات كده راريتي، بس يعني ايه خلينا في اللي احنا عارفينه. طبعا ممكن الاقي فلويد، اذر زي ايه؟ زي ما اتفقنا ان انا ممكن الاقي بلادر. بس ده رير رير جدا. لما الاقي باول او اومنتم برضه بتكلم على هو ريديوسبل ولا مش ريديوسبل، بتكلم على اذا كان فايبل ولا مش فايبل. يبقى انا الاربع حاجات اللي عايز ابص عليهم، ابص على التايب بتاع العيان، مكانها موجوده فين، الديفكت اخباره ايه، الكونتنت اخبارها ايه. لو حضرتك عرفت تعلق لي على الاربع نقط دول يبقى احنا عملنا انجاز. البروب اللي بشتغل بيه هو السوبرفيشال. تمام؟ التلاتة ونص اه ولا لا؟ اه ولا، يعني ايه؟ ما يجي لك عيان بيشتكي من حاجه كده ايه؟ البتاع دي فيها حاجه ورمه، مكان محدد، معاك وانت بتبص عارف ما تبص على فين. اوقات ما بعرفش اجيبه. روح طالب البروب التلاتة ونص يديني اسكان كده للمنطقه كلها. احدد ان في هنا حاجه غلط. ثم ابدا ابص عليه بالتلاتة ايه؟ بالسبعة ونص. يعني في بعض العيانين ما بعرفش اطلع من الاول بالسبعة ونص، سبعة ونص صغنن وبالتالي محتاج لو عايز اشتغل هتاخد البطن كلها ستريبس كده وانت ماشي، شرايح كده وانت ماشي لغايه ما تطلع مكان الديفكت. لو القصه مش نافع يبقى خش الثلاثه ونص الاول، هات كده اي حاجه تتخيل ان هي دي ديفكت، ثم ابدا اتاكد منها بالايه؟ بالسبعه ونص. لكن الاكزام والديتيلز تطلع بالسبعه ونص مش بالثلاثه ونص. على حسب مكان الهرنيا بتاعتي اخبارها ايه هبدا اقول شكلها ايه. اول هرنيا وهرنيا اللي تهمني اكتر هي الانجوينال. الانجوينال عندي لاند مارك في الشغل بتاعي. اللاند مارك بتاعي هو حاجه اسمها الانفيريو ايبيجاستريك فيسلز. عندي مصل اسمها الريكتس ابدومينس. ده اللاند مارك بتاعتي. الريكتس ابدومينس بيطلع من وراه، انا كده باصص من جوه البطن، جوه العيان، انا واقف جوه العيان. الفيسل بتاع الانفيريو ايبيجاستريك بيمشي كده في زاويه ينزل جنبها ويروح طلع براها. اول ما تلاقي الاثنين الحته دي يبقى انت وصلت للمكان اللي هتدور عليه. اقف عند الحته دي وقول لي فيه ديفكت ولا مفيش زي ما هنقول حالا. يبقى الحته دي هي اهم حاجه عندي في الاكزام. يا مره ثانيه انفيريو بلاستيك ريكتس ابدومينس، يبقى اجيب الاثنين وادور على الحته دي. مره ثانيه ادي جزء بتاع ريكتس ابدومينس وادي المصل بتاعت الابدومين ماليش دعوه بيها خالص، اجي على حرف ريكتس ابدومينس اللاترال، الحرف اللاترال بتاع ريكتس ابدومينس، ادور على الانفيريو بلاستيك وادور على الفيس اللي طالع منه واشوفه اخباره ايه. مين دي؟ حلو قوي. ريكتس ابدومينس وانت نازل تلاقي اثنين فيسل ارتري وفين. الارتري وفين هم عند النقطه دي، انت كده وحلت لي 50% من المشكله، وقفت في المكان الصح.
الخطوه الثانيه تخلي العيان يعمل فالزلفا. يعمل ازاي فالزلفا؟ يحزق يا ينفخ بطنه جامد يا يقعد من غير ما يمسك السرير، اتفقنا؟ يحط ايده ويقعد. هيك لو تخيلت ان انت عايز نايم وعايز تقعد بهذا القعد كده اهوت، لازم ترفع الانتر ابدومينال بريشر. ان حضرتك هتعمل بريشر عشان تقعد. تمام؟ يبقى العيان يا اما هيعمل فالزلفا سواء بان هو يقعد من غير ما يمسك السرير، سواء بان هو يحزق، سواء ان هو يملى بطنه هواء، انفخ بطنك جامد. ثم حضرتك تبدا تبص البسل ده اخباره ايه؟ البطن لما اتنفخت هنا هوت طلعت بالبسل فوقها ولا راحت طالعه من جنب البسل يمين او سوري يعني طلعت من جنب البسل لاترال ولا جنب البسل ميديال؟ لو طلعت جنب البسل ميديال حضرتك بتكلمني على دايركت. لو طلعت جنب البسل لاترال حضرتك بتكلمني على اوبليك. تاني ابص على البسل وابدا اخلي العيان يعمل بلزلفا، هو ميديال ولا لاترال؟ ميديال دايركت، لاترال اندايركت. اوقات يقول لك الدايركت ما تنزلش السكروتم، الاندايركت اللي هي الاوبليك تنزل السكروتم. ماشي، انا بقى عايز ابص على هذا الكلام وانا بشتغل، ابحدد الفيسل وده اللاند مارك بتاعتي، ريكتس ابدومينس فيسل، راح قايل للعيان اعمل فالزلفا، ادي ريكتس ابدومينس، ادي الفيسل. اما العيان عمل فالزلفا في حاجه بلج ولا مفيش؟ ميديال ولا لاترال؟ ميديال ولا لات ام ولا ال؟ ام. يبقى دايركت ولا ان دايركت؟ دي دايركت. تاني مين دي؟ مين ده؟ حلو قوي. ميديال ولا لاترال البلج اللي حصل؟ احزق راح حازق لاترال. في حد عنده مشكله مش شايف البلج اللي حصل ده؟ حاضر حاضر حاضر. نرجع تاني. احزق راح العيان حازق. البسل جنب البسل، يبقى البلج اللي حصل حصل جنب البسل، ما زقش البسل وطلع بيه، البسل قاعد في مكانه نسبيا وراح طلع حاجه براه سليم، يبقى دوت لاترال، يبقى دوت اندايركت. اللي قبليها حاضر، مش اللي هي دي؟ العيان نورمال اهو، بسل قاعد قلنا له احزق. تمام، هو ده المفروض ده الريليز مش الحزق يعني، انما هي كان في بلش قلنا له سيب راح سايب راح اتراجع تاني لجوه. ده البلج بتاع البول. تمام، لان البول هنا طالعه. طالعه ميديال ولا لاترال؟ ميديال، يبقى دي دايركت. العين اللي بعده اهو بلج راح طالعه بره. يبقى ايه؟ اوبليك. اهي. تاني واياك لغايه الصبح، ما عنديش مشاكل. تاني. العيان هنقول له احزق، حزق. شايف ده؟ عظيم. ده في نفس الليفل بتاعه ولا بقى جنب البسل واعلى منه شويه؟ عظيم، يبقى ده طلع بره. اوكي؟ في حد شايف اللي احنا قلناه؟ ماشي، مش مشكله. يبقى ده البلج اللي عندي. ده لاترال تاني. المصل الفيسل اهو. حزق، ده هنا كحت غالبا يعني. هتلاقي كده مرة واحدة حصلت. يكح، حصل بلج ولا ما حصلش؟ حصل ولا لا الأول؟ حصل. في حد عنده مشكلة إن البلج ده حصل؟ ميديال، أدي الفيسل. يبقى ده ميديال. يبقى العين ده دايركت. في مشكلة حد كده؟ ميديال برضه؟ لا اللي فات كانت لاترال. اهي المصل وادي دي. اوكي، يبقى العيان كح، حزق، عطس، اي حاجه، المهم يزود لي الانتر ابدومينال بريشر. مره ثانيه ادي البسل بتاعتي واخلي العيان مره ثانيه يعمل ايه؟ فالزلفا. المصل ثم ادي البسل، يا ميديا للبسل بقت دايركت، يا لاترال للبسل بقت اندايركت. سهله، مفيش ديفكت لحد دلوقتي. لو عايز تقيس الديفكت هو ده مقاس الديفكت. ده النقطة دي هي الانترنال رينج بتاعت الجوينا كانال. سوري ده سوري ده ده التراينجل التراينجل بتاع الايه؟ الانجوينا تراينجل اللي بيطلع منه الدايركت هيرنيا. تمام؟ لو عايز تقيس الديفكت قيس العرض ده.
هيطلع اللي تحت بالبس اللي يزق البس اللي فوق، لكن لا يطلع يمين ولا يطلع شمال. تمام؟ ياخد البسل ويطلع بيه، كل الكونتنت تاخد البسل وتطلع بيه زي ما هنشوف حالا دلوقتي. اوكي؟ طيب. درجة من درجات الهرنيا بين موجود في الانجوينال ريجن. تمام؟ اب تو ان حضرتك تشوفي هرنيا بهذا المنظر، تقول له احزق يحزق. سليم؟ فممكن مرة ثانية حضرتك تلاقي هرنيا بهذا المنظر، احزق وترجعيها وتطلعيها زي ما أنت عايزة. ابتداء من الهرنيا الصغيره اللي هي جاست شايفاها ميديال ولاترال الانفيريو بجاستريك اب تو الهرنيا اللي هي اللي قد كده اللي طالعه بره. اوكي؟ ومره ثانيه فين المصل بتاعتي؟ ادي المصل بتاعتي، ادي البسل بتاعي. فين البسل بتاعي اهو؟ ميديال ولاترال؟ مصل بسل طلع جنبي ميديال للمصل اهو. انا بين البسل البلج اللي طلع ده، فين المصل تاني اهي؟ البلج ميديال ولا لاترال؟ ميديال، يبقى دايركت. ده ميديال، معلش ده ده غلط، ده ميديال. ده ميديال. نرجع تاني، ده البسل ولا مش البسل؟ نرجع، هو ده ولا ده؟ نقف نشوف. ده البسل. يبقى دي لاترال. اوكي، يبقى دي اوبليك. دي مين؟ المصل ده مين؟ حلو، يبقى دايركت. ها اظن هنا بلجات طالعه يعني ما فيش عليها اختلافات قوي. تمام، ان انا عندي الفيسل وفي بلج طالع هامب طالع لفوق اهو لاترال. عظيم، ادي الفيسل ادي المصل. ايه راينا؟ ميديال. عظيم، ها ميديال ولا لاترال؟ ولا ميديال ولا لاترال. خد بالك انها طلعت بيه، طبعا ده شعوري دلوقتي وانا قاعد كويس، طلعت بيهم كويس. فمره ثانيه المفترض ان اثنين بسر هم طلعت بيهم، ده النورمال. ابلج ازق البسر واطلع، لا عندي ديفكت ميديال ولا عندي ديفكت لاترال. سليم؟ يبقى مره ثانيه حضرتك المفروض تقول لي ان ده نورمال عشان ايه ابقى انا مبسوط. اوكي؟ يبقى مره ثانيه اللعبه كلها هو الديفكت فين عشان توصل لمكان. لو سمحت اعمل سكان على الميديال سايد بتاع الريكتس ابدومينس، وانت نازل هتلاقي الاثنين فيسل، اقف عند النقطه اللي خارج منها الفيسل وابدا خلي عيني يعمل بلزلف. بان ما بانش على حسب ما انت شايف المنظر ايه. يبقى لي بعد كده امبلايكال وبره امبلايكال. ده الديب فاشيا، شايفين الديب فاشيا دي؟ اهي خط ابيض محترم جدا. خط ابيض حصل له ايه هنا؟ حلو، تروح هناك واقف قايس لي الديفكت ده عرضه قد ايه؟ وتقول لي الكونتنت اخبارها ايه؟ يبقى في ديفكت ولا لا؟ اه في هرنيا موجود. جواه ايه؟ يعني ايه جواه ايه؟ هو في هواء ولا مفيش هواء؟ مفيش هواء يبقى اومنتم. تمام؟ اوقات نخلي العيان نقول له لو سمحت اعمل فالزلفا عشان نخلي العيان اتاكد ان هي بتملى ولا لا. انا هنا عرفت التايب وعرفت السايت وعرفت الديفكت. التايب امبلايكال او برا امبلايكال؟ سليم، على حسب حضرتك هي طالعه من امبلايكس بالظبط ولا جنب الامبلايكس. السايت امبلايكال وبرا امبلايكال. الديفكت 3 مللي 5 مللي سم 2 سم زي ما يطلع. الكونتنت ما اقدرش اتكلم عليها دلوقتي، اتكلم عليها لما العيان يعمل بالزلفا. شايف اللي بيخش جوه دخل ايه؟ هوا ولا مفيش هوا؟ الهوا، الهوا يعمل شادو. فين الشادو؟ فين الهوا؟ هوا هوا الباور. حضرتك شفتوا الديدرم؟ شفتوا الديدرم؟ فاكرين الديدرم اللي كنا بنقول عليه ستون؟ ده الهوا، ده هوا. لكن ده مره ثانيه ده اومنتم. البوستير شادو مره ثانيه مش بتاعه، ده بتاع ان انت هنا اهوت في حاجه ومش شايفها هنا، فده مديك ريزوليوشن مختلف عن ريزوليوشن بالجنب. ده اسمه ايدج شادو يمين وايدج شادو شمال. هنيجي هنا اوقف لك تاني. ده مش شادو، ده ايدج وده ايدج. تمام؟ مش شادو. طبعا خد بالك مره ثانيه، الصوره الثابته غير الصوره اللايف، وانت بتشتغل بايدك غير ما انت شايف صوره فيديو، يعني اختلافات. لا ده اي مكان تعجبك.
ده تنسى كوتينيوس تيشو ودوت الديفكت الموجود. اكوردنج انت واقف فين؟ هنبدا نتكلم انت واقف فين. تمام؟ يا مره ثانيه بخلي عيان يعمل بلزلفا وابص على بيملى وممكن استنى عليه اخليه يرجعه تاني. بص تلاقيه بيرجع معاك. تمام؟ احسن حد يرجع الهرنيا طبعا هو العيان نفسه. اوقات وانا بشتغل بدوس بالبروب بتاعي بلاقي الهرنيا كلها داخله جوه تاني، لو ما عرفش ادخلها خلي العيان يرجعها. لو سمحت رجعها لي، تشوف الديفكت اخباره ايه؟ بتنزل كلها ولا ما بتنزلش؟ فيها مشكله ولا ما فيهاش؟ نكاح بايده هو اكتر واحد هو عارف لها سكه. هو بيقعد يعمل كده تلاقيه عمل كده وعمل كده، هو عارف لها الدايركشن بتاعها يدخلها ازاي. تمام؟ احسن حد ممكن يرجع الهرنيا هو الايه؟ العين نفسه اهي برجعها. يبقى انا بدات اشوف الريدكشن انكمبليت ريدكشن او مفيش ريدكشن خالص، يبقى انا عرفت السايت والايه والكونتنت والتايب والديفكت قد ايه والكونتنت قد ايه او كونتنت نوعها ايه. بمعنى ايه انترستيشن؟ يعني اللي هي هرنيا اذا ديتكت على الفاشيه الموجوده بيبلج منه طالع حاجه منه بره، لو مش موجود بره العين مش هيشتكي. اصبر المهم المهم يبقى انا مره ثانيه شايف الهرنيا وعرفت التايب انترستيشيال يعني انترستيشيال. شفت الهرنيا وشفت الكونتنت وشفت كل حاجه جواها ايه. فيمورال هرنيا من الحاجات الرير، لكن العيان لما يجي لك بيشتكي من بلج في الفيمورال تريانجل اقف عند الفيمورال تريانجل على الفيمورال ارتري وفين زي ما هنبص عليهم بعد كده ان شاء الله في الدوبلر، وخلي العيان يعمل بلزلفا. العيان جاي ما انا مش هعملها روتين، بعملها العيان بيشتكي ان في سويلنج في الحته دي، ممكن ساعه ما تيجي تعمل اكزامينشن يكون الهرنيا دي رجعت تاني. تمام؟ فانت مره ثانيه بتقف على المكان بتاع الفيمورال فيسلز عند الانجوينال لاين كده وتروح قايل العيان يعمل ايه؟ بلزلفا. انت بص تلاقي حاجه راحت نازله لك، بطل راحت راجعه لك تاني. لو عمل نفس المعامله الكونتنت ايه؟ الريدكشن شكله ايه؟ نفس الكلام بقى اصبح قصه. ممكن بس عاده يعني معظم العيانين بيبقى يعني القصه مش بهذه البساطه، فحص ابدومينال عادي، فحص ابدومينال بيجي لك ابدومينال فور ابدومينال وول ماس مثلا، تفحص تلاقي انها هيرني، مش محتاج ان اوقف، مش محتاجه حتى ان انا اوقف العيان، ممكن اعمل كل حاجه من غير ما اوقف العيان. يا مره ثانيه اقف عند الانجوينال لاين وابدا اخلي العيان يعمل بلزلفا، اقف جنب الارتر والفين ميديال وابص على اللي ده كان فيه حاجه بتطلع معايا ولا لا. يبقى مره ثانيه ادي انواع الهرنيا اللي موجوده عندي، ادي الاشكال اللي موجوده عندي، وببساطه شديده كل مطلوب من حضرتك تقول لي ديفكت الكونتنت اخبارها ايه. بس فحص من اهيف الفحوصات اللي حضراتكم هتشوفوها، ومره ثانيه من الناس اللي هي ايه بتسيبها كل الناس. من ضمن الفحوصات اللي حضرتك لو اشتغلتها حضرتك مره ثانيه بتبقى في المكان بتاعك.